شعب العراق تحير بهالمرحلة، يا المهدي غيرك ما يحل هالمشكلة. شعب العراق تحير بهالمرحلة، يا المهدي غيرك ما يحل هالمشكلة. كثرة مآسينا وينك يا ما كثرة هي المهدي غيرك ما يحل واقع الشيعة بغيابك حل، يا المهدي تدهور صرنا كل عشرة بعقيدة ودين أجدادك تغير. شم هبل هاليوم عدنا وكل هبل أحكام صدر، هاي الأصنام إحنا الذي صنعناها، أقزام كانت وإحنا عملقناها، تاج على روس الشيعة خلينا هاي الأصنام إحنا الذي صنعناها، أقزام كانت وإحنا عملقناها، أو تاج على روس الشيعة خليناها، تاج يلوق الهامتك ابن الحسن، تاج يلوق الهامتك ابن الحسن. لا تصبح الغيرة أسير ومرتهن، اهتف يا والينا وينك يا ما، اهتف اهتف يا والينا. يا المهدي غيرك ما يحل هل شعب العراق يا المهدي، يا المهدي غيرك ما يحل هل كثرت مآسينا وينك. اي والله كثرت يا المهدي غيرك سيرة الأخذ ومكانك سيرة الأحبار وتعس خنقة والشيعة بغدرهم، خنقة والشيعة بغدرهم سحقة والضدهم تنفس. الشيعي مو شيعي يا شيعة لو صبح بالفتنة أخرس، اللي يكتم الحق وما يريد يذيعه ما ينحشر بالحشر ويا الشيعة، محشره يصير ويا الصنم لي طيعه. لو رايدي بهاي المحن ما تبتلي، لا تحير ابد سير بنهج شيعة علي. لو رايدي بهاي المحن ما تبتلي، لا تحير ابد سير بنهج شيعة علي. كل احنا نادينا وينك، كل احنا جوابك هي المهدي غيرك.
يا المهدي. هكذا رد راسنا وينك يا مهدينا، افرك ماسينا وينك يا مهدينا، يا المهدي غيرك الدين. هذا اليوم اصبح بيد اصحاب المصالح، تحكمة تجار السياسة، طالح يطمطم الطالح، هذا مو منهج علينا، منهج الكرار واضح. باسم التشيع كم وضيع تسيد، او كم داعر ببغداد عرشة مدد، أو كم مؤمن بدافع تقية قيد. الله يعين المؤمن بهذا الزمن، أصبح غريب وهو في أرض الوطن. يا المهدي صيد لي أنا وينك يا مهدي، يا المهدي صيد لي أنا وينك، يا المهدي غيرك يا صاحب الزمان. شعب العراق يا المهدي غيرك فرضة، وعلى الشيعة واقع عاقبة أمر خطيرة، الدين قيدوه بثقافة عرف وأحكام العشيرة، وحوزة الطوسي الشريفة الحميدة الرشيدة رجعتنا للحظيرة، من واقع أهل الدجل احنا جزعنا، بدافع وعينا عنهم ترفعنا، فرضوا وخابوا ونفرض الواقعنا. الواقع يقول الخالفك خاب وخسر يا صاحب الزمان، الواقع يقول الخالفك خاب وخسر، تختمها يمتى يا الإمام يا صاحب الزمان نظرة، الواقع يقول الخالفك خاب وخسر، تختمها يمتى يا الإمام المنتظر، يمتى تريد لي أنا وينك، يمتى تريد إيه؟ بارك الله بي. يا المهدي غيرك، يا المهدي غيرك بويا، والله شعب العراق تحير، يا المهدي. هكذا رد وينك بعد كثرت، يا المهدي غيرك يا بني العباس، سمعوا او حذروا من نقمة شعبنا، احنا منكم ما حملنا غير جمرات بقلبنا،
انتو لسه ما اخذتوا فكرة عن حالة غضبنا، باشر نكسر كل صنم قدستوه، وباشر نحرر كل من استعبدتوه، وباشر نهدم كل قصر شيدتوه. يل 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 مهدي شعبك بالحثالات ابتلى، يل مهدي يمتى نلتقيك بكربلة، يل مهدي شعبك بالحثالات ابتلى، يل مهدي يمتى نلتقيك بكربلة. تدري الشجرة علي أنا وينك يا مهدي، تدري تدري الشجرة علي أنا وينك يا مهدي. شعب العراق تحير بهالمرحلة، يا المهدي غيرك شعب العراق. يا المهدي كثرت مآسينا وينك، كثرت والله.